Guten Tag, meine Schüler und Schülerinnen. مساء الخير عليكم أعزائي الطلبة والطالبات. النهاردة معانا درس جديد في اللغة الألمانية، ده الهاوس أوف جابن بتاعنا. المفروض إن احنا تمام الحصة اللي فاتت اشتغلنا الفيربن من الداتيف وخدنا البروجينال برونوم في الداتيف، وكان ده الهاوس أوف جابن بتاعنا، وأعتقد إن هو كان سهل جدا وكان موجود في الأربايتس بوخ. كان بيقول لي شرايبن زي دي زيتسا ميت جهورن. المفروض نكتب الزيتسا اللي قدامنا ميت جهورن فيرب جهورن، واحنا تمام عارفين فيرب مهم قوي، وقامت ايمر ميت داتيف، وهو حاول يساعدنا فعمل لي نمر وقال لي داس ايست نيشت ماين فغات. هو عايز ايه بقى يا فراو؟ كان عايزك تشيل فيرب زاين وتحط مكانه فيرب جهورن وتغير بقى الجملة تمام لحالة الداتيف، فقال لي داس فغات تمام جهورت مير نيشت. مين مير؟ اللي هو عشان كان بيتكلم على نفسه تمام. العجلة دي جهورت مير نيشت، ما تخصنيش. نمرة بي از داس دايم فغات. داس ست اين فراجة وبادي بالفيرب والمفروض انك هتحلها. انا سامعة حد حلها سهلة جدا وخصوصا انها فراجة. ايوه جهورت دير داس فغات. هل الفغات ده بتاعك انت؟ طبعا هنا تمام دو الضمير الملكية كان داين، في هنا اتحول لبروزنال في برونوم في حالة الداتيف عشان جاي مع فيرب جهورن فتحول بقى دير. وطبعا احنا عارفين كويس جدا مع فيرب جهورن الفغات هتبقى نوميناتيف، فهي اللي صرفت معاها فيرب جهورت، يعني ده فغات جهورت دير. طيب ونمرة سي برضو هو حاول يساعدنا، از داس مايكلز فغات. داس ست اين فراجة مع فيرب زاين، هو حوله الفيرب جهورن زي ما هو طالب مننا، فقال لي جهورت داس فغاد ايم. مين ايم؟ اللي هو مايكل، اللي هو اير، بس هنا طبعا في الداتيف بقى ايم. طب نمر دي از داس تانجيا فغاد. تانجياس فغاد، تانجيا دي بنت. ها عملنا السؤال ازاي؟ سمع حد بيقول لي سهلة جدا يا فراو، انا عارفة gehört ihr das Fahrrad عشان تانجيا هي زي، وفي الداتيف مع فيرب gehören هتتحول تبقى ihr. طب ونمر ايه؟ sind das unsere Bücher؟ طبعا sind عشان انا معايا Bücher بلورال. طيب لما نيجي بقى نشتغل مع فيرب gehören هنعمل ايه يا فراو؟ das ist eine Frage auch، ده سؤال هيبتدي بجهورن والنوميناتيف بتاعي هنا بيشر، فهقول له جهورن اونس دي بيشر. وليه اونس يا فراو؟ عشان احنا كنا بنقول دي كتبنا احنا. طيب نمر اف زين داس اوير بيشر. ها مع جهورن انا حاسه ان الموضوع بقى سهل جدا. ايوه هقول جهورن اويش دي بيشر. جهورن اويش دي بيشر، النوميناتيف هنا دي بيشر، والمفروض ان انا بقول اوير بكلمكم انتم اير، فهيبقى في الداتيف اويش. از داس مارتنز اند اناس هاوس، بتكلم على ان الهاوس بتاعهم يخصهم هما الاثنين، هما زي ها الفراجة جهرت اين ان داس هاوس، على اساس ان زي بلورال في الداتيف مع جهرت في الاندر بتتحول هتبقى اينن. نمر ها ودير لاتست اخر واحده في راكوخ از داس اي فغاد. ها هسالها اقول لها ايه؟ جهرت اينن يا فراكوخ داس فغاد. اعتقد ان الهاس اوف جابه كان يعني سهل وبسيط وما كانش متعب خالص بالنسبه لنا. تعالوا نبص بقى يا ترى حصتنا النهارده هنشتغل فيها ايه. احنا النهارده هنكمل شريط خطوه جديده في تمام ليكيتيون لغايه سين في درس 13، هنشتغل شريط سي. الشريطه دي المفروض نتعلم فيها ايه النهارده يا فراو؟ الشريطه دي المفروض النهارده ان احنا دي شيرا كونن زيل بيختندج ادفاس بيفيرتن اند فور ليبن اوز دروكن. يعني ايه يا فراو؟ يعني المفروض ان احنا بعد ما نخلص حصتنا النهارده ابقى قادر لوحدي اقيم الاشياء وكمان اعبر عن ميولي، اقول ده والله انا شايف ان ده كويس لكن ده افضل منه، لكن ده هو الافضل بالنسبه لي، انا شايف الفيلم ده
حلو، لكن التاني افضل منه بيسر. انا باكل الاكله دي لكن الاكله دي افضل. ده احنا هنحاول النهارده نتعلمه مع بعض. طب والصوره دي انا حطاها هنا ليه؟ احنا في كتابنا في شريط السي هو حطت لنا الصوره دي زي ما احنا شايفين. ده سيستا اينمان. هنعرف جوه الدرس او الشريط بتاعتنا النهارده مين ده وليه قد كده صورته مهمه عشان نحطه تمام في اول الشريط بتاعتنا. تعالوا نبتدي كده ان شاء الله. بسم الله. there is this. يا ترى مين دي؟ كلنا عارفينها. ايوه ده سيست منى زكي. وانا شايفه ان منى زكي زيت جود اوس. شكلها هنا جود، اظن صفه او الادجكتيف بتاعتنا جود كلنا عارفينها. طيب ومين زيد ده يا فراو؟ ده فيرب ذهن اللي احنا ذاكرناه من زمان اولى وثانيه ثانوي. هو فعلا فيرب ذهن بس النهارده زاد عليه مقطع اوس ذهن وبقى ترمبار فيرب. تمام، فعل ترمبار، اوس كومت ام اند جت في النهايه، وذهن كومت نمرت سباي، وانا عملت له كونيجيرت مع منى. فقلت منى ذكي زيد جود اوس. اعتقد ان الجمله بقت واضحه كده. انا شايفه ان منى ذكي تبدو جود، شكلها هنا كويس. طيب اوكي، عايزاكم تاخدوا بالكم من اوس ذهن عشان هنشتغل بيه النهارده كتير. الله، مين دي برضو؟ دي منى ذكي. طب حضرتك جايبه لها بلد تانية ليه يا فراو؟ عشان انا من وجهة نظري ان مدير ياك بالجاكيت الفايسس ده الجاكيت الابيض زيد زي اللي هي منى زكي بيسار اوس، شايفاها افضل. يعني هي في الصوره دي كانت جوت لكن انا شايفاها في الصوره دي بيسار افضل من الصوره دي. بيسار كان اصلها جوت، ولما حبيت اقول اقارن ما بين الصوره الاولانيه والصوره الثانيه قلت ان الثانيه بيسار افضل او احسن من الصوره الاولانيه. وهي دي فكرة تمام الدرس بتاعنا النهاردة، الجزئية بتاعت الجراماتيك، ان انا هتعلم اعمل كومباراتيف، مقارنة ما بين حاجتين او ما بين شخصين. تمام، بالادجكتيف. هما دراي ادجكتيف هنشتغل عليهم النهاردة. اولهم جوت، بتكلم في الحالة تمام النورمال فبقول انها جوت، لكن لما حاولت اعمل كومباراتيف ما بين الصورة دي والصورة دي قلت انها بيسر، الصورة دي افضل من الصورة الاولانية. طيب وبعدين منى زكي تاني. عشان انا بحبها؟ لا، يمكن عشان اللوك بتاعها والطلة بتاعتها بتعجبني. فانا شايفة ان هي في الكلايد ده مالها. انا شايفة انها اجمل من الصورتين اللي فاتوا، عشان كده قلت اخبر من ديزن كلايد بالكلايد اللي هي لابسه ده زيد زي ام بيستن اوس. يوم ما خرجت علينا تمام في افتتاح المتحف بالبلد بالكلايد ده كانت امبيستن تمام من افضل الاشكال او الحالات ليها. انا تمام في الصورتين اللي فاتوا عملت كومباراتيف ما بين الصوره الاولانيه والثانيه، ودلوقتي لما جبت الصوره الثالثه عملت حاجه اسمها السوبر لاتيف اللي هو ايه. فلو طلعت ان البلد دي او الطله بتاعت منى دي هي امبيستن، هي الافضل بالنسبه لي تمام عن الحالتين اللي فاتوا، وهو ده اللي احنا بنتعلمه النهارده. تمام كده. طيب تعالوا نشوف الكتاب بيقول لنا ايه. الكتاب بيقول لي تيمو هات نوي كلايدر. احنا عارفين ان لوكيتيون دغايت سين في كلايدر كتير قوي، احنا اتعلمنا اساميها وذاكرناها. فاس جيفلت اينن، يا ترى ايه اللي عجب حضرتك؟ ارجنسن زي. وهو بيساعدني وقال لي اس جبت دغاي فرشيدن تمام ادجكتيف في امبيستن في جود وفي بيسر. واحنا من شويه لما جينا نوصف تمام منى قلنا انها كانت في الحاله الاولانيه جود في اول صوره وهي واقفه لوحديها اول مره اشوف الصوره دي، لكن لما بصيت على الصوره الثانيه وبقى قدامي مقارنه ما بين صورتين او حاجتين فكنت شايف ان في الصوره الثانيه هي مش جود، لا هي بيسر افضل من الصوره الاولانيه. وفي البلد الثالثه في الفوتو الثالثه لما ظهرت بيل كلايد بقيت شايف انها في الصوره الثالثه في الحاله الثالثه انا بعمل سوبرلاتيف هي هنا ام بيستن افضل صوره ليها. طيب لما نيجي نتكلم على تيمو النهارده تمام، هو بيقول لي في دراي بيلدر في ثلاث صور او ده دراي فوتوس لتيمو او بي ويت سي،
والدراي بيلدر تمام زين دي فرشيدن في كل بيلد هو تريكت لابس حاجة مختلفة عن التانية. يا ترى هنبقى شايفينه ازاي؟ هو بيقول لي تيم زيت وبعدين سبيس اوس فيرب اوس ذهن اللي احنا ذاكرناه دلوقتي، لكن متهم بالهم اللي هو لابسه ده زيت اير بيسر اوس شايفه افضل. يبقى هو كان في البلد الاولانية ايه؟ ايوه انا سامع حد بيقول لي جود، برافو عليك وزير جود. سو في البلد الثالثة زي تيمو اوس، طبعا هنا تمام بالانتسوك بالبدلة واضح ان تيمو في منتهى الشياكة، فهو بالنسبة لنا هيبقى ايوه زير جود ام بيستن. يا رب نبقى اتعلمنا الادجكتيف دي كويس قوي، وتعالوا نتنقل لأدجكتيف تانية جديدة النهاردة. What is this؟ ده أكل يا فراغ. أكل إيه ده؟ This is ده فيش سمك. ما هو أنا بحب أكل سمك يا ولاد. إيش أسمع؟ جير فيش. جير أدجكتيف عدى علينا كتير جدا، وكنا دايما نقول خلي بالنا لما نحط جيرن بعد الفيرب بمعنى الاكتيفيتي اللي انا بعملها دي كده مقربه الى قلبي بحب اعملها، فايش اسا جيرن فيش، انا بحب اكل سمك. طيب يا فراو دي اكله كويسه، وبعدين بس داس هنشن وشكلها يعني ليكر وعايزه تتاكل انا صايمه. طيب وبعدين يا فراو، ما انا بحب الفراخ يا ولاد بس ليبر اكتر من الفيش، يعني انا كنت بحب الفيش جيرن بالنسبه لي مش بكرهه ومش هسلش بالنسبه لي، لكن لو انا تمام هتقولي لي يا فراو تاكلي فيش ولا هنشن، لا انا ايش اسا ليبر هنشن، هفضل الهنشن عن الفيش. اوكي طيب واس از ذس، عارفينها كلكم بتحبوها ما نقدرش تمام ما ناكلهاش، بيتزا يا. طب والبيتزا؟ لا ما هو انا بقى لو جيت تقول لي هتاكلي بيتزا ولا سمك ولا هنشن، لا انا بالنسبه لي الاكله السوبر تمام اللي هبقى مستمتعه جدا هي البيتزا. فايش اسا ام ليبستن بيتزا، انا بالنسبه لي افضل اكله كده تمام اكلها وانا مبسوطه هي البيتزا. انا ما كنتش بكره الفيش، انا بحب اكله، هو بالنسبه لي جيرن، لكن لو جه حد اتقارن معاه تمام تاني جنبه ولو كان فراخ هحب الفراخ اكتر بقت ليبر. اما بقى لو جت البيتزا فدي سوبر بالنسبه لي هتبقى ام ليبستان. دي تاني ادجكتيف، واخدين بالنا من شكلها يا ولاد؟ اوكي تعالوا نشوف ايه تاني. This is ein Buch، كتاب واضح قوي مكتوب عليه math، عندنا او في دويتش ماتا. ما هو انا فعلا بذاكر ماتا كتير، ايش لرن فيل ماتا، فاز بدويتت فيل، فين يعني كثير، ادجكتيف عد علينا واستخدمناه كمان في حاجات تانية، فانا بالنسبة لي الماث بيحتاج مني مذاكرة كتير، ايش لرن فيل ماتا. طيب und was ist das؟ Das ist English Buch. ما انا بقى برضو لو هتقولي هتذاكري ماث اكتر ولا انجليش، لا انا بحب اذاكر انجليش اكتر من الماث، فايش لرنا نوخ مير انجليش، تمام بذاكر انجليش اكتر. لو هتلاحظوا ان انا حاطه كلمه نوخ قبل مير، بس ده يا فراو ده ايه؟ كلمه نوخ ممكن تيجي قبل الادجكتيف لما اجي اعمل مقارنه ما بين اتنين، ممكن لكن مش لازم، هي بيبقى باين من الجملة ان انا بعمل كومباراتيف، بس لو هو جابها لي في الامتحان يبقى اتس اوكي، هو كده بيساعدني تمام. اول ما المح نوخ او على فكرة كلمة فين ممكن تيجي كمان، يبقى اوتوماتيكلي انا هشتغل على الحالة التانية، حالة الكومباراتيف اللي هو انا بقارن ما بين تمام مذاكرتي للماث ومذاكرتي للانجليش، فالمات بالنسبة لي بذاكره فين لكن الانجليش اكتر مير، ولازم نذاكر الادجكتيفة دي عشان جديدة علينا كويس جدا. Und was ist das؟ Das ist مكتوب جيرمان، جيرمان اللي هو الدويتش. ما انا بقى لو هتقولي يا فراو انت غاويه تذاكري ايه طول الوقت؟ هقول لك والله انا بحب مذاكره الالماني جدا. ايش لارنا ام مايستن دويتش؟ يعني طول الوقت ابقى غاويه تمام اذاكر ام مايستن دويتش.
أذاكر ألماني. أنا بذاكر في الماتا كتير، لو هو مادة لوحدي، لو أنا هعمل كومباراتيف بالإنجليش، لا أنا بذاكر الإنجليش مير ألس ماتا. لكن لو هقارن الدويتش بالإنجليش والماتا، فأنا بالنسبة لي الدويتش أكتر مادة أم مايستن. وهنلاحظ إن في الحالة الثالثة دايما لازم ولابد هنلاقي أم موجودة قبل الأدجكتيف، والأدجكتيف لازم هنلاقيه منتهي بإس تي إي إن. أوكي طيب تعالوا نبص كده. الرجل دي موجودة تمام في الكورس بوك في كتاب المدرسة عندنا، عشان احنا بنفتح كتاب المدرسة اوتوماتيكلي في الامتحان، وموجود معانا على التابلت. يعني لو انا نسيت الادجكتيف جوت او جيرن او فيل ومش فاكر، تمام، بس هما سهلين وبساط قوي ومش فاكرهم، انا ممكن افتح البوخ بتاعي او الكورس بوخ كتاب المدرسة، وهلاقي الرجل عليها هوت سبوت بنفس اللون ده، وبيقول لك ايه، خلي بالك في الكومبراتسيونز عندي جوت وجيرن وفيل. الدراي ادجكتيف دول هنذكرهم في حالة البوزيتيف في الحالة الأولانية، وفي حالة الكومبراتيف لو ما أنا بعمل تمام مكرر، وفي حالة السوبرلاتيف لو أنا عايزة أطلع تمام حاجة أو شيء هو الأفضل أو الأحسن أو الأكثر. لازم نذاكرهم كويس جدا جدا جدا، وأعتقد إن هما ثلاثة وسهلين قوي، ويمكن عدوا علينا كمان كتير قوي وإحنا بنذاكر جود. وبعدين في الكومبراتيف تبقى بيسر ام بيستن، زي ما احنا شايفين طالما في ام لازم الادجكتيف هتنتهي باس تي اي ام. جير ليبر ام ليبستن، فيل مير ام مايستن. اعتقد ان تمام الجزئية دي سهلة جدا. اوكي تمام، تعالوا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. Was is das das ist ein text. على فكرة التكست اللي جوه كتاب المدرسة زير زير فيشتش، مهم جدا جدا جدا. لما اشتغلنا تكست قبل كده انا وهير ياسر معاكم، اتفقنا خلي بالنا في التكست لما نيجي في الامتحان نشتغلها. تو ايرست اولا، تمام، موسمون، لازم الواحد يقرا الفراجن الاسئله كويس جدا الاول، وبعد الفراجن تمام هبتدي تمام اطلع للتكست فوق واقراه تمام بتمعن بالراحه. طيب المفروض ان التكس يفرعوا يبقى من كل الكلمات اللي حافظينها وعارفينها؟ لا مش لازم، هو ممكن يبقى فيه نوي فيرتر، كلمات جديده انت مش عارفها، بس انا من سياق التكست تمام هقدر افهم معنى الكلمه تمام اللي هي موجوده دي. او لو انا حتى مش فاهم معناها بس لما قريت الفراجن لقيتها مش مهمه قوي ومش هتاثر على الاسئله ومش هتغلطني، يبقى خلاص كانها مش موجوده في التكست. بس لازم تسوقي دايما يا اولاد نقرا الفراجن الاول. طيب انا مش جايبه الفراجن الاول النهارده ليه؟ لان انا حطاها في الشريحتين اللي بعد كده، ولو الفراغ بتاعتكم راحت للشريحتين وحبيت ارجع للتكست هلخبط الدنيا، عشان انا في الحاجات الديجيتال دي شاطره جدا. فعشان كده النهارده هبتدي بالتكست الاول، لكن وانا بحل معاكم الامتحانات تمام لازم دايما فيرموسن سو ايرس دي فراجن ليزن، نقرا الاسئله كويس قوي عشان انبه تمام عقلي كده واقول له من فضلك لو سمحت يا باشا اقرا الاسئله وافهمها، عشان لما نيجي نقرا التكست تدور لي على الانت بورتين كده وتنور ليشت اول ما تلاقي اجابه سؤال فحله على طول. التكست بتاعنا احنا بس زين فير، احنا شايفين ده سيست اين من. طيب هير ياسر حضرتك معايا؟ مع حضرتك يا فراو فضل. طيب هو حضرتك بس زين زي اوف دم بيلد سي اينن من يا طيب، والمان ده بيعمل ايه او ايه معاه تاني؟ هو macht zwei Sachen. Zuerst fährt ein Fahrrad und zum zweiten spielt Geige. زير جوت يا هير ياسر. هو فعلا زي ما هير ياسر قال لنا اللي قدامنا اين مان، والمان ده تمام بيعمل حاجه يعني غريبه قوي وجميله قوي، هو فرت فقط. طب ما كلنا بنركب عجل، بس انا ما بعرفش اركب عجل، بس كمان وهو راكب العجله وهو كمان فرت ده هو سايقها، اير شبيلت اين جايجر، بيلعب على الكمانجا. ايه هو في كده؟ او عشان كده التكست ده تمام بيتكلم على تمام الماندا اللي هو ادم سميث. تعالوا نشوف كده التكست بيقول ايه. هنا بيقول لي ليزن زي اون دي ارجنسن زي، احنا هنقرا كويس وهنكمل تمام مع بعض الاسئله ونحلها.
Welt Rekord im Fahrrad rückwärts geigen. يا فراو، ده من أولها كده يعني كلمات دمها تقيل، لا ولا أي حاجة خالص. تعال واحدة واحدة. كلمة Welt يمكن عدت علينا، Welt يعني world العالم، Rekord جديدة تمام، بس لما هنقرا التكست فعلا هيبان معناها لو هي مش باينه دلوقتي، ويمكن انا مش هغلس يعني وهقول مش هقول لكم معناها. فرات لا دي ذاكره يعني عدت علينا كتير قوي في سنه تانية تمام، في الهوبس تمام. وفيرب فارن كمان احنا عارفينه، فغد العجله. روك فيرتس عدت علينا في الدرس ده تمام، بس هي روك يعني روك نص كلمه انتوا عارفينها كده، ذاكرناها في درس 10 مش كده يا رياسر؟ طبعا اللي هي دي ركن. زير كوت يا رياض، فيعني اللي هو ايه يعني دي الركن اللي هو ظهري في الخلف. ايوه، فهو تمام سواقة العجل للخلف للوراء. والجايجن اللي هي جمع الجايجا بلورال بتاعتها والكمانجات. التكست بيقول لي ايه؟ ديزن ريكورد، تاني كلمة ريكورد يا فراو ومحرك ما قلتيهاش، تعالوا نشوف لما نكمل قراءة الجملة هنفهمها ولا لا. مخت كريستيان ادم، الريكورد ده ماخت كريستيان ادم. زو شنل كاينر ناخ، الريكورد ده عمله كريستيان ادم بسرعه جدا ما فيش حد غيره. كريستيان ادم است ام زون تاك 113 كيلومتر فقط جفاغن. يوم الزون تاك حد الراجل ده يا عيني ساله الجمله بيرفكت ونخلي بالنا منها، است جفاغن 113. طيب ما عادي يا فرا، كلنا بنسوق عجل، ده احنا بنشوف شباب كتير جدا تمام على طريق السخنة رايحين جايين بالعجل تمام اوكي لحد دلوقتي، هو زي وزي اي حد نا اوند تمام. تعالى بقى شوف فغات فاغن است دوخ نيشت شبير. شبير ادجكتيف يمكن عد علينا قبل كده، والجيجن تايل العكس بتاعه لايشت، لايشت يعني سهلة او خفيف، يبقى شبير معناها ايوه صعب او تقيل. وندس كان ايش اوخ، ماشي بيسوق عجل تمام، بس السواقه مش صعبه وانا ده كمان اقدر عليه. فيرب كونن دينكن زي، تعتقد ده يتست في اللايشت، ربما لحد دلوقتي نبقى شايفين ان ما بيسوق عجل واحنا كمان. عبر كونن زي اوخ روك فارتس فاغن وندا باي جايج شبيلن. يعني هل تقدر بقى سيادتك في نفس الوقت هتسوق العجل روك فارتس للخلف وكمان تعزف على الكمانجا؟ داس كان ادم زيشر بيسر. شايفين بيسر؟ ده ادم يقدر يعمله احسن افضل. وند جناو داس هات اير او جماخت، ويعني ولو بنتكلم فعلا هو ده عمله بالظبط. ايه اللي عمله؟ هو ساق ال 113 كيلومتر لانج، وهو سايق روك فارتس تمام ثيرد تمام، سايقها سايق الفغاد انشول دي جونج تمام للخلف، وكمان شبيلت جايجر. امال هو فير ايست ديزر كريستيان ادم، مين هو يعني؟ هل محترف يعني تمام في سواقه العجل والكمانجا؟ هل هو عازف؟ هنشوف. ارست ميوزيكا فون بيغوف، هو فعلا موزيكار. ان زاين الفرايت سايت ثيرت اير جيرن فقط. يبقى هو في الفرايت سايد بتاعه الوقت تمام الفاضي عادي بيحب او بيفضل عشان نبقى واضحين في الفقط. نخلي بر، خدنا بالنا من كلمه نخ، احنا ذاكرنا الجرامر. نخلي بر شبيلت اير جايج، لكن بالنسبه له الافضل من الفقط انه يعزف الجايج. ابر ام ليبستن، شايفين ام وليبستن الجرامر اللي احنا لسه مذاكرينه. ماخا ايش بايد ست سوزامن، كلمة سوزامن لطيفة جدا وانا بحبها تمام، بيحب يعمل الاتنين مع بعض. فغات فاغن اند جاي شبيلن ماينت ادم، ادم شايف ان هو فعلا بيحب افضل حاجة ام بيستن بالنسبة له، هي سوري ام ليبستن، ام ليبستن غير ام بيستن طبعا، مش ام ليبستن يعني احب حاجة لقلبه انه يعمل الاتنين مع بعض. فغاد فاغن und جايج spielen. Das übt er jeden Tag. ده كان بيتدرب عليه jeden Tag. Ich fahre viel Rad. Adjective viele هي ظهرت.
كان بيتدرب راد فيل. Übe natürlich noch mehr Geige. لكن noch mehr Geige. يبقى كان بيتدرب على الجايجة أكتر كتير من الراد. Aber am meisten أكتر بقى وقت كان بيضيعه trainiere ich natürlich beides zusammen. إنه يتدرب على إنه يعمل الـ two actions مع بعض. Christian Adam ist sehr zufrieden, glücklich. Mit diesem interessanten und lustigen Rekord. بالرقم اللي هو عمله تمام اللطيف ده في فغض ركفيرتس جايجن. Ist ins جينيس بوخ دي ريكورد جيكومن. دخل موسوعة جينيس تمام بالرقم اللي هو عمله ان هو تمام بال 913 كيلومتر. ده مش راد فارن بس ده كمان شبيلت جايجر. Na dann herzlichen Glückwunsch. بنتمنى له طبعا كل حظ سعيد ويا ريت كلنا نقضي الفرايت سايد بتاعتنا في حاجة مفيدة كده ونحقق بيها رقم زي ما حقق آدم سميث. طيب بعد ما قرينا التكست وفهمناه كويس تعالوا نشوف كده. هنا حب في الكتاب يورينا يعني ايه روك فيرتس زي ما احنا حاولنا نخمنها يا ياسر ويعني ايه فور فيرتس. وبعدين قال لي بقى ده سيست اين فراجة بيقول لي زين زي داس فوتو ان تيد غاي ان اللي هي صورة ادم سميث وند باس ماينين زي بس است ده ريكورد فون كريستيان ادم. يا ترى الريكورد كان ايه؟ هو بعد ما قرينا النص وشفنا الصورة كان الحكاية واضحة جدا ان هو بيعمل 3 حاجات في نفس الوقت، فأكيد آخر إجابة هي المناسبة اللي هو كان أم بستن روك فاتس فار رات فارن ونداباي جايج شبيلن، لأن هو كان بيسوق للخلف زي ما شفت حضرتك في الصورة، وكان كمان أثناء سواقته الدراجة بيعزف الكمانجا داباي جايج شبيلن، دير عشان جوت يا كده جدعان هنختار آخر اختيار. دير جوت. طيب تعالوا نشوف سؤال تاني على التكست بيقولي فيرش انتورت باست. يا ترى انهي انتورت هتبقى باست للفراجا كرويسن زي ان ليزن زي نوخ اين مال دين تكست سيد غاي. احنا قريناه اوريدي ام كورس بوخ او زايت 72 عشان دي الفراجن دي من الاربايتس بوخ فعشان كده هنا بيفكرني بالرقم اللي زايته في الكورس بوخ وبيقول لي الفراجه تمام نمر اه فيرت كريستيان ادم جيرنا فغات. هو فعلا كان بيحب يسوق العجل. طيب يا ابر رشبيلت لي برجايجا ولا يا اير فيرت ام لي بستن فغاد. تالي الاجابه كانت واضحه وانا عارفاها سهله قوي. ايوه يا ابر رشبيلت لي برجايجا. طيب نمر بي هير ياسر كريستيان ادم فات جيرن راد und noch lieber spielt er Geige. Was macht er am liebsten? طبعا بعد ما قرأنا النص فهمنا ان هو اكتر حاجة بيحبها ان يعمل الحاجتين في نفس الوقت، والحاجتين في نفس الوقت اللي هي بايدس بايدس يعني الحاجتين وتزامن مع بعض في نفس الوقت، فنختار الاختيار الثاني في الروضة. سير جود. نمرة سي بيقول لي was trainiert Christian Adam am meisten. am meisten اللي كانت اكتر حاجة am meisten فغات فاغن او در جايج شبيلن. انا بعد ما قرينا التكست انا كنت عارفة ان am meisten طبعا عشان يعمل الريكورد ده كان لازم يبقوا بايتس زوزامن الاتنين مع بعض فغات فاغن والجايج شبيلن عشان يقدر فعلا يحقق الرقم القياسي اللي هو عمله في موسوعة جينيس. يا رب يبقى التكست تمام سهل وما يبقاش دمه تقيل على قلبكم بس، ولازم التكست اللي جوه الكتاب ناخد بالنا منها ونذاكرها ونذاكر الفورد شارتس بتاعتها. تعالوا نكمل كده تمام حصتنا النهارده ونشوف هنشتغل ايه دلوقتي. تمام في دي تسيست اين اوبنجن ده تدريب على الجراماتيك اللي احنا اشتغلناه النهارده. احنا النهارده خدنا تمام الكومبراتيف والسوبرلاتيف مع الدراي ادجكتيف اللي احنا اتفقنا ان احنا ذاكرناهم جوت بيسر ام بيسن وجيرن ليبر ام ليبستن وفيل مير ام مايستن. تمام انا حاولت تمام في الايفنج ده ان احنا نجيب التدريب شويه شبه الامتحانات او التدريبات او الايفنج اللي بتجي لنا في الامتحان، بحيث ان احنا بيبقى قدامنا تمام فير او زبيلن 4 اختيارات والمفروض ان انا بختار تمام اجابه منهم ريتش.
كتير قوي لما بنشتغل الدرس ده بتبقوا مش عارفين، طب وانا هعرف منين اختار انهي صفة في التلاتة، وهعرف منين ان انا هشتغل الحالة الكومبراتيف ولا السوبرلاتيف، طب انا ذاكرتهم بس مش فاهم ايه اللي هيحصل. احنا فعلا واحنا بنحل الجراماتيك دايما، انا دايما بقول عامل زي الماس، يعني في معطيات جوه الجملة كده اول ما انا بوصل لها بحط ايدي عليها بعرف احدد فعلا ايه اللي مطلوب مني، وبناء عليه بتوجه للاجابة الصح. عشان كده تمام في كل جملة هنشتغلها هنركز كويس قوي ونشوف يا ترى هو مدينا ايه نركز عليه عشان يساعدنا ان انا اوصل للاجابة الصح. نمر اينس بيقول لي دي ريكورد فون ادم است جوت، انا لمحت تمام جود بما ان انا لسه مذاكرة الدرس كده سخن حالا، تمام ايه الريكورد بتاع ادم است جوت اعبر، ولكن الريكورد فون كاريم است نوخ مير اودر بيسر اودر ليبر اودر مايستن. انا اول ما لمحت نوخ تمام قررت ان انا اوتوماتيكلي هشتغل كومباراتيف. اوكي، ولو حتى نوخ مش موجوده انا هنا بعمل كومباراتيف ما بين الريكورد بتاع كريم والريكورد بتاع ادم، فانا تمام انا عارفه ان انا مش هشتغل على جود غير في الحاله الثانيه سواء جاب لي نوخ او فيل او ما جابهاش، وبناء عليه انا استبعدت مايستن خالص لان مايستن اساسا مش موجوده لا معنى ولا جراماتيك، فالاجابه هتبقى بيسر زير جود. طيب نمرة سبعة يا ياسر، معلش نرجع بس لأول سؤال، وهو ممكن حد يستفسر، طب أنا ليه ما أقولش مير أو ليبر؟ ما هو برضو نخ بتيجي مع مير أو ليبر يا فرهدة، ليه خدنا بس طيب؟ عشان لمحت جود في الجملة آه الأولانية. يبقى أنا مرتبط بصيغ الجملة، مجرد ما يقول لي جود أكيد أفكر في بسر، ولو جرن أكيد تبقى ليبر، ولو فيل أختار مير. تمام كده يا فرهدة؟ زير جود يا ياسر. تمام، نيجي بقى لنمرة 2. طبعا جملة سهلة جدا لأن هو موضحها جدا بأم، فبيقول فاس هيستو أم أم، اتفقنا مع فرو هدى لما كانت بتشرح من شوية إن تملي الصفة هتاخد اس تي ان وده سوبرلاتيف، فأكيد مفيش غير واحدة بس، فأختار أم ليبستن. تاج وتيريس دانك فرو هدى. بيتا نوم تغاي بيقول لي جابل تي جوت ادي لمحنا جوت اهو تمام، قلت له ايش فار كرانك عبر ياتس كيت سميا فيدر انا هنا كانت جوت اهي. طيب يبقى انا هختار ايه؟ يمكن الـ هنا او الـ الجمله ما هي صعبه قوي لان انا اشتغلت على جوت وانا هم بعمل كومبراتيف ما بين حالي لما كنت كويسه وبعد ما كنت مريضه بقيت ايه بقيت بيسر تمام افضل. طبعا هنا جوت كانت واضحه وصريحه قدامي تمام، وانا بقارن الحل التاني بالحل الاولاني. نمر فير يا هرياسر فيلشن مانتل فيندس تو، طبعا انا مش هقدر اختار الا لما اكون عارف ايه المعطيات الموجوده عندي، وزي ما انت شايفين كده ان هو بيسالني على نوع محدد من البلط اللي انا عايزه، وبالتالي انا مش هينفع اقول بيستن عشان ما فيش امر، فقدامي اختيارات لي الليبر او مير او بسر. نفتكر كده ان الملابس تملي التفضيل بتاعها بيكون بجوت، وده اللي خلاني أخمن إن أنا أختار بسر، فأقول فيلشن مانتل فيندس تو بسر، لأن رأيك أكيد هتقول أحسن أفضل أو الأفضل، تمام؟ فهنختار بسر. زير جوتير ياسر دانك فاهود. بتاع نمر فونف بيقول لي ايش مخا فيل شبورت لمحت فيل ابر ماين فغاو مخت نوخ انا لمحت فيل ولمحت نوخ كمان تمام كده، ولو حتى ما فيش نوخ زي ما قلت لكم من شوية انا بلعب رياضة لكن الفراو بتاعتي مخت اكيد بتلعب، انا هنا لا بلعب شوية كتير لكن هي اكيد هتبقى اكتر مني مير. وطبعا انا في الاول خالص اول ما لمحت نخ عيني استبعدت مايستين تماما لان مايستين كانت محتاجة ام، واول ما لمحت نخ فقررت ان انا هشتغل كومبراتيف وانا متأكدة ان انا كنت بشتغل على فيل تمام، فقررت ان انا اختار مير. نمر 6 يا هرياسر فيش فيلين فوسبال كومس تو ميت ناين از ذير، اكيد شايفين هم عايزينه يلعب معاهم كوره، لكن هو فضل حاجه تانية ان هو يتفرج على التلفزيون. تمام، طالما بقارن بين حاجتين يبقى اكيد انا محتاج اقول الدرجه التانية،
عشان أفضل بيها. ففي تفضيل أكيد هقول ليبر. ونفتكر إن الشغف أو حبك للحاجة زي الهوايات أو كده بتيجي مع الجيرن. أكيد فاكرين شيشبيلي جيرن فوسبال إزاي جيرن فعل. فلما أفضل أكيد هستخدم الدرجة التانية من جيرن اللي هي ليبر. زي كده أقول ناين إزاي ليبر فعل. وفي الحالة دي معناها إن أنا بفضل أكتر إن أنا أتفرج على التلفزيون. Sehr gut, Ihre Reise. Dankeschön. Danke. Bitte. وكده وصلنا تمام لآخر جزئية معانا النهاردة، وهو الـ House of Goblin. يعني يمكن أنا كنت شايفة الشريطة بتاعتنا النهاردة لطيفة تمام، ما حسيتش بأنها مجهدة أبدا في المذاكرة ولا في التحضير ليها. هما dry adjective أنا هذاكرهم كويس قوي، ويمكن الـ dry adjective هو وظفهم في التكست بتاع كريستيان أدم حلو قوي. فانا مطلوب مني ان انا اذاكر الدراي ادجكتيف بحالاتهم الثلاثه، وابقى فاهم تمام كويس قوي زي ما هي رياس قال لنا من شويه، ان انا لما باجي اتكلم على اللبس بستخدم جوت، حاجه اتكلم والله على اكله بفضلها عن اكله تانية تمام، اكتيفيتي بحب اعملها عن اكتيفيتي تانية بستخدم جير. اما فيل فبتبقى باينه ان انا بتكلم عن حاجه دي بعملها كتير. الايفنج ده موجود في الاركايفس بوك بتاعنا في كتاب المدرسه تمام، نمر 98، هنخليه ارس هاوس اوف كابل تمام. هو طالب مني ايه؟ فراو طالب مننا بيقول لك انا تمام، من فضل سيادتك عندك مير وبيسر وليبر لما هتكون هتشتغل في حاله الكومبراتيف، وعندك ام مايستن وام بيستن ام ليبستن. طبعا لو انا هشتغل في حاله السوبر لاتيف هعمل ايه يا فراو؟ هتقرا الجمله كويس قوي تمام. يعني ممكن اعمل معاكم نمر بيقول لي ايه؟ فراو ماينرت زي شبغشن غاي شبراخن تمام، هي بتتكلم غاي شبراخن، قالت له يا ايش شبغشة جوت انجلش. انا او بمجرد ما قرأت الجملة عيني لمحت جوت على طول، يمكن الكلام النهاردة كتير حاسه ان جود بتظهر كتير، جيرن بتظهر كتير لانهم دراي ادجكتيف بس بنشتغل بيهم، ويمكن جود وجيرن ظهروا كتير قوي في سنه اولى وثانيه وكنا بنستخدمهم استخدام العادي. يمكن فيل هي اللي تبقى يعني جديده علينا النهارده شويه في الكلام. فقالت ايش اشبريشا جود انجلش فرانزوزش اند اشبانش. طيب لكن الاشبانش بالنسبه لها اشبريشا ايش، ومن دين العلامة اللي هي الدراي بلاسس اللي هي الثلاث دول، اللي هو ان انا هشتغل في انهي حالة يا فراو؟ طالما مدياك الثلاثة يبقى انت هتشتغل في حالة السوبر لاتيف، يبقى المفروض انك هتختار يا اما ام مايستن او ام بيستن او ام ليبستن. طب وانا ايش عرفني ما تمام هشتغل على انهي واحدة فيهم؟ تمام هنرجع للجملة تاني بتاعتنا، هي قالت ايش اشبريشا جوت، يبقى انا هشتغل على مين؟ على جوت. يا ترى جوت في حالة السوبر لاتيف هتبقى ايه؟ ايوه جود بتبقى ايه؟ ام بيستن زير جود. برافو عليكم. انا اعتقد ان الايفنج ان شاء الله هيبقى سهل عليكم تمام، ودرس الجرامر اللطيف بتاعنا النهارده. النهارده قدمنا لكم الحلقه فراو هدى وهرياس عبد الرحمن، ورجعتها معانا فراو هيام او فيدر زين تمام. بس تسوم نيكست مال.